بسنة 2016 أنا بقول إنه هي كانت أسوأ سنة إذا بدك بعد الحرب العالمية الثانية. بدنا ب 2017 طبعاً إنه يكون يعم السلام على جميع على كل بلدان العالم وخاصة لبنان والشرق الأوسط والبلدان العربية. أسوأ شيء شفته ب 2016 هو اللي عم بصير بسوريا واللي عم بصير عنا ببلدنا بسوريا. بتمنى أرجع أنزل على سوريا والوضع يتحسن أكثر من هيك لكل البلدان العربية. 2016 تعرف نحن عايشين بلبنان، قطع علينا المشاكل القصص الاجتماعية ومشكلة الزبالة وعجقة السير وقصص أمنية. أكيد وضع الاجتماعي ما بقى نشوف زبالة بالعطرقات، ما بقى نشوف يحلوا قصة عجقة السير. هيدي هول برايوريتيز يعني. توحش العولمة من رأس مالي الموجود، هذا شيء أسوأ شيء. الحروب بكل العالم عم يخلقوها لحتى تتوحش العولمة أكثر. الثورات الليبرالية ديمقراطية تغير كل هالأنظمة، تغير نمط هيدا الحياة الموجود. يعني 2016 كانت سنة شوي تعيسة بوجود هالكوارث اللي صارت، هزات أرضية، كوارث، حروب. بتمنى تكون سنة 2017 سنة خير على العالم، سنة محبة، سنة طمأنينة للعالم، العالم عيش بسلام. هذه أمنيتي، أمنية كل إنسان عايش بهالدنيا.